وضعت مملكة البحرين المواطن والمقيم نصب أعينها لحمايته من إصابته بفيروس كورونا، لتحدد الجهات المختصة جملة من الإجراءات والتعليمات الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، معولة في الوقت عينه على النظافة الشخصية للأفراد كأمر ملح يساند الجهود الوطنية والطبية ويدعم خططها الهادفة بشكل أساسي إلى منع انتشار فيروس كورونا. تدابير بسيطة للنظافة الشخصية بوسعها أن تقي صحة أسرتك والجميع من تفاقم الخطر أكثر، فمع تشديد منظمة الصحة العالمية ووضع مملكة البحرين للعديد من الإجراءات والتعليمات الوقائية لحماية أفراد المجتمع للحد من انتقال فيروس كورونا، إلى أن هناك أهمية كبرى للنظافة الشخصية في المعادلة الصحية الرامية إلى الحماية من كورونا وتبعاته السلبية. النظافة الشخصية ضرورية جدا للوقاية من الأمراض المعدية مثل مرض الكورونا. من الضروري تعقيم اليدين وغسلهم بالماء والصابون أو بمعقم اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية. من الضروري أيضا لبس الكمام بالطريقة الصحيحة بحيث يتم تغطية الفم والأنف والتخلص من الكمام في سلة المهملات. هذا ومن الضروري جدا اتباع كل التعليمات والتدابير الوقائية اللازمة كارتداء الكمامات في مختلف الأوقات وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية لقتل الفيروس، إضافة إلى استخدام المطهرات وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، مع وجوب الالتزام بقواعد ومعايير التباعد الاجتماعي بشكل عام. من ناحية النظافة الشخصية، أولا غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المعقمة المعتمدة وبالطريقة الصحيحة. ثانيا، مهم جدا عدم لمس العينين والفم والأنف بحيث أن ما ننقل العدوى إلى أنفسنا عند ملامستهم. ثالثا، مهم جدا تغيير الثياب عند العودة إلى المنزل، خاصة بعد مخالطة أشخاص خلال اليوم في العمل أو خارج العمل. ومهم جدا التخلص من الكمامات والتخلص من المناديل المستخدمة بشكل مباشر ودون تخزينها أو استخدامها مرة ثانية، وتكون تخلص منها خلال سلة المهملات. وأخيرا، نظافة المكان مهم جدا بحيث أن الشخص يحافظ على نظافة الأسطح والمعدات والأدوات اللي يستخدمها وبشكل دوري ويومي. فالتعاون والتعاضد الجاد بكافة التعليمات الصادرة من الفريق الوطني للحد من انتشار كورونا وتجنب التجمعات ستكون البحرين في بر الأمان، ناهيك عن الالتزام بالتوجيهات والتدابير الضرورية تجاه الوطن وأفراد المجتمع، والتقيد الكامل بها سيسهم بلا أدنى شك في تقليل وخفض معدلات انتشار الفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.